قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن أنواع علوم الحديث، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والقسم الثاني. خرج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حد المعظم المنقطع. لا، هو القسم الثاني وهو الخفي المدلس. معرفة المدلس. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمى من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدثه. واشتقاقه من الدلس للتحريم، وهو اختلاط الصواب بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى بين المدلس. اللقي. تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان لا تجوز فيها. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والقسم الثاني، يعني من أنواع السقط الخفي. وذكرنا أن السقط إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. فذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى القسم الثاني وهو السقط الخفي، وذكر الحديث المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. نريد الآن أن نعرف الحديث المدلس. الحديث المدلس ما هو؟ الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال، كأن يقول عن أو قال. تاني يا أخوة، الحديث المدلس، وهذا الباب يعني من أهم الأبواب في علم الحديث. الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال، كأن يقول قال أو عن. كتبتم التعريف؟ طيب، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للاتصال، كأن يقول قال أو عن. واضح؟ طيب،
أن يروي الراوي عمن سمع منه، الراوي اللي هو التلميذ، أن يروي الراوي اللي هو التلميذ عن شيخ سمع منه أحاديث في الجملة، سمع منه إيه؟ أحاديث في الجملة، يعني هذا التلميذ سمع من هذا الشيخ لكن فاتته بعض الأحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ، واضح؟ فحدث بها عنه وهو لم يسمعها منه وإنما سمعها بواسطة راوي آخر عن هذا الشيخ، ثم أسقط هذا الراوي الذي حدثه بهذا الحديث وروى هذا الحديث مباشرة عن هذا الشيخ بصيغة مهمة الاتصال كأن يقول قال أو عن، يعني هذا الراوي هو ملازم لهذا الشيخ سمع منه أحاديث كثيرة لكن فاتته بعض المجالس، يعني غاب في مجلس من مجالس هذا الشيخ، فهذا الشيخ حدث بأحاديث لم يسمعها هذا التلميذ، واضح؟ فعندما جاء في الحلقة يعني التي بعد هذه الحلقة التي فاتته سمع هذه الأحاديث من راو آخر، يعني من قرين له، من صديق له عن هذا الشيخ، يعني جاء إلى يعني زميل له أو إلى قرين له وقال حدثني بالأحاديث التي حدث بها الشيخ في المجلس الماضي، فقال حدثنا فلان وذكر الايه الأحاديث، هذا الراوي سمع هذه الأحاديث ممن؟ من نعم من نعم من زميله عن الشيخ، ثم هذا الراوي المدلس أسقط هذه الواسطة التي حدثته بهذه الأحاديث وحدث بها مباشرة عن من؟ عن الشيخ بصيغة مهمة للاتصال قال أو عن، واضح؟ طيب يبقى الحديث المدلس هو إيه؟ هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني هذا الراوي سمع من هذا الشيخ ما لم يسمعه منه، يعني هذا الحديث الذي فاته من الشيخ سمعه من راوي آخر عن هذا الشيخ، ثم ماذا فعل؟ أسقط هذه الواسطة التي حدثته بهذا الحديث عن الشيخ وحدث به مباشرة عن الشيخ بصيغة لا بصيغة ليست صريحة في السماع كأن يقول قال أو عن، واضح؟ لأن الصيغ عند العلماء ثلاثة أنواع، صيغ التحديث، صيغ التحديث عند العلماء ثلاثة أنواع، هناك صيغ صريحة في الاتصال، هناك إيه؟ صيغ صريحة في الاتصال كحدثني وأخبرني وسمعت، فهذه صريحة في الإيه؟ في السماع، يعني إذا قال الراوي حدثني أبو هريرة أو أخبرني أبو هريرة أو سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، هذه الصيغ لا تحتمل إلا السماع، هل تحتمل الانقطاع؟ لا. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع الصيغ صيغ صريحة في الانقطاع، صيغ صريحة في الانقطاع لا تحتمل إلا الانقطاع كأن يقول الراوي نبئت عن فلان أو أخبرت عن فلان، نبئت عن فلان أو أخبرت عن فلان، نبئت عن فلان أو أخبرت عن فلان، هذه صيغ صريحة في الانقطاع لا تحتمل إلا الانقطاع. طيب النوع الثالث من أنواع الصيغ صيغ تحتمل السماع وتحتمل إيه؟ وتحتمل عدم السماع، تحتمل إيه؟ عدم السماع وتحتمل تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، كما لو قال الراوي قال فلان أو عن فلان، قال فلان أو عن فلان، كما يقول أحدنا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا قال أحدنا قال الشيخ ابن باز، قال دي تحتمل إيه؟ تحتمل أحد أمرين، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، يعني ليست متمحضة للسماع وليست متمحضة للانقطاع، تحتمل هذا وتحتمل ذاك، فالراوي المدلس لا يأتي بصيغة صريحة في السماع لأنه لو قال حدثني أو أخبرني كان كذابا، العلماء يحكمون عليه بالإيه؟ بالكذب،
وإذا قال نبئته أو أخبرته علمنا أن هذا الحديث لم يسمعه، فلا يتطرق إليه احتمال التدليس، لكن الراوي المدلس يأتي بصيغة إيه؟ تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، كما يفعل الذي يريد أن يدلس السلعة، يريد أن يكتم عيبا في السلعة، يفعل شيئا يعني لا يلحظ هذا الأمر الذي يشتري هذه السلعة، فهو يكتم العيب عن المشتري بحيث لا يظهر له هذا العيب. المدلس ماذا يفعل؟ يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فقال وعن، واضح؟ طيب، فنريد الآن أن نعرف التدليس مرة ثانية. يبقى الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عمن إيه؟ سمع منه ما يسمع منه بصيغة تحتمل السماع أو مهمة لاتصال، كقال وعن. ليه؟ لأنه إذا قال حدثني أو أخبرني وهو لم يسمع صار إيه؟ كذابا. وإذا قال أخبرت أو نبئته فهذه صيغ إيه؟ صريحة في الانقطاع، لم يسمع، واضح؟ لكن هو يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، هذا هو التدليس عند العلماء، واضح؟ طيب، والمدلس تارة يسقط راويا واحدا، وتارة يسقط راويين، وتارة يسقط ثلاثة من الرواة، واضح؟ يعني إما أن يسقط راويا واحدا، وإما أن يسقط راويين، وإما أن يسقط ثلاثة من الرواة. نعم. طيب، قال نعم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، لأن عندنا المدلس يعني الحديث الذي وقع فيه التدليس، وعندنا المدلس يعني الشخص الذي فعل التدليس، واضح؟ فالحديث يقال له المدلس، والراوي يقال له الايه؟ الراوي المدلس. بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، يعني لم يسمي من حدثه، يعني لم يذكر في الإسناد الراوي الذي حدثه بهذا الحديث، وغالبا ما يكون هذا الراوي ضعيفا، غالبا ما يكون هذا الراوي ايه؟ ضعيفا، ومن ثم اسقطه الراوي المدلس. يعني الذي يعني يدفع المدلس الى اسقاط هذه الواسطة كون هذا الراوي ايه؟ ضعيفا، فهو يسقط هذا الراوي من الاسناد حتى يعني ايه؟ حتى لا يظهر العيب الذي في هذا الاسناد، واضح؟ فالغالب ان يكون هذا الراوي الذي اسقطه المدلس الغالب عليه انه ايه؟ ضعيف، لكون الراوي أي المدلس لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واضح؟ فمثلا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الوليد بن مسلم معروفا بالتدليس وهو يدلس عن الأوزاعي، فإذا قال عن الأوزاعي فهناك احتمال الإيه؟ التدليس، إن هو أسقط الراوي الذي حدثه بهذا الحديث عن الأوزاعي ثم رواه مباشرة عن الإيه؟ الأوزاعي. قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل، انظر كما قلنا وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، تحتمل إيه؟ السماع وتحتمل عدم السماع، يعني تجد الراوي المدلس إذا دلس يقول عن أو قال، كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة، إيه صيغة صريحة؟ حدثني وأخبرني وسمعت، لا تجوز فيها يعني ما فيهاش تأويل، كان كذبا، يعني الراوي إذا دلس هذا الحديث ثم قال في هذا الحديث المدلس أخبرني أو سمعت أو حدثني كان إيه؟ هذا إيه؟ كذبا، واضح؟ وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يعني حكم الحديث المدلس هل يقبل أو لا يقبل؟
يعني إذا عن الراوي المدلس، يعني مثلا الوليد بن مسلم معروف بالتدليس، أو بقية ابن الوليد أيضا معروف بالإيه؟ بالتدليس، ويقال له شيخ المدلسين. بقية يقال له إيه؟ شيخ المدلسين، يعني كان من أفعل الناس لهذا الأمر، كان يدلس كثيرا. لا، بقية ابن الوليد، تتاني الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد كان من أفعل الناس لهذا الإيه؟ الأمر اللي هو التدليس، ولذلك سماه الذهبي رحمه الله في السير إيه؟ شيخ المدلسين. فكان يعني من أفعل الناس لهذا الأمر. فإذا روى بقية ابن الوليد حديثا وقال فيه عن فلان، هل نقبل منه هذا الحديث أو لا نقبل؟ طبعا إذا قال حدثني قبلنا هذا الحديث، يعني إذا قال حدثني فهنا تنتفي إيه؟ ينتفي احتمال التدليس. وإذا قال نبئت أو حدثت، هنا صيغ صريحة في الانقطاع. لكن إذا قال عن، يعني إذا قال بقية بن الوليد عن فلان، هل نقبل هذا الحديث أو لا نقبل؟ ليه؟ لأنه يحتمل أنه دلس هذا الحديث، ويحتمل إيه؟ ألا يكون دلس هذا الحديث. فإذا قال الراوي المدلس في الحديث عن فلان، هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ لا يقبل حتى يصرح بالسماع. نعم. لا يقبل حتى يصرح بالسماع. نعم. لا، ما هو يعني الآن إذا روى المدلس حديثا بالعنعنة، لا نقبل هذا الحديث إلا بشرطين. إلا إيه؟ بشرطين. أول حاجة أن يكون هذا المدلس ثقة، صح ولا لأ؟ لأن يحتمل أن يكون المدلس من الرواة الضعفاء، يعني جمع بين الضعف وبين التدليس، واضح؟ نعم. نعم، هذا الشرط الأول. اثنين، أن يصرح بالسماع، أن يصرح بالسماع، أن يصرح إيه؟ بالسماع. يبقى نقبل حديث المدلس بهذين الشرطين، أن يكون الراوي المدلس ثقة. اثنين، أن يصرح بالسماع، يعني يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته. هذا إذا كان الراوي المدلس مشهورا بالتدليس. يعني نحن الآن نتكلم عن حكم الراوي الذي اشتهر بالتدليس وأكثر من التدليس، واضح؟ لأن الراوي الذي دلس يعني نادرا، هذا يعني تدليسه لا يؤثر في الحديث. لكن نحن نتكلم عن الرواة الذين اشتهروا بالتدليس كبقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم شيخ المدلسين. فإذا كان الراوي مكثرا من التدليس، لا يقبل حديثه إلا بشرطين، أن يكون ثقة، وأن يصرح بالإيه؟ بالسماع، يعني يقول حدثني. لأنه إذا قال حدثني انتفى احتمال الايه؟ التدليس. اذا قال حدثني او اخبرني خلاص، يعني ليس هناك احتمال ان يكون دلس هذا الحديث، لان الراوي المدلس اذا اراد ان يدلس لابد ان ياتي بصيغه ايه؟ تحتمل السماع، مهمه للسماع، فقال وعن. فاذا قال الراوي المدلس حدثني فلان، انتفى ايه؟ انتفى احتمال التدليس. واضح يا جماعه؟ الاخ اللي ورا واضح؟ متى يقبل حديث المدلس؟ أيوة. نعم، أحسنت. طيب، إذا كان الراوي مقلا من التدليس، لا أثر لتدليسه في قبول أو رد الحديث. يعني الراوي إذا كان يعني نادر التدليس، لا يؤثر تدليسه أو عنعنته في الحديث، تقبل عنعنته إلا إذا تيقن أنه دلس هذا الحديث. يبقى إذن نحن نتكلم عن الراوي الإيه؟ ليه؟ المشهور بالتدليس. أحسنت أخي محمد، نحن نتكلم عن الراوي المشهور بالتدليس الذي اشتهر به كبقية بن الوليد. نعم، يعني الغالب أنه يعني يكثر جدا من التدليس. شيخنا، التدليس هذا يقدح في الرواية ولا يقدح في الشخص؟ التدليس يا إخوة لا يقدح في ثقة الراوي، التدليس لا يقدح في عدالة الراوي. يعني بعض الناس يظن أن الراوي المدلس ضعيف، لا، قد يكون الراوي مدلسا وهو من كبار الأئمة. طب إيه
في علل أخرى؟ والله هو يعني عنده اجتهاد، يعني يجتهد من باب الاجتهاد، يعني هو في أسباب كثيرة تحمله على التدليس، منها علو الإسناد مثلا، أو الأنفة أن يحدث عن راو أصغر منه سنا، يعني عنده أنفة أن يحدث عن راو أصغر منه سنا، يعني هذا مثلا الراوي الذي فاتته بعض الأحاديث ممن سمعها؟ من زميله، فهو يأنف أن يحدث عن زميل له عن الشيخ، فيسقط هذا الزميل الصديق القرين ويحدث بها مباشرة، لأنه يأنف أن يحدث عن زميل له ربما يكون أصغر منه سنا أو أقل منه في العلم أو نحو ذلك، فعنده أنفة فيسقط هذا الراوي ويحدث به مباشرة عن الشيخ. هذا أيضا من دواعي التدليس. هناك دواعي كثيرة للتدليس، يعني منها علو الإسناد، منها أن يكون الراوي ضعيفا فهو لا يريد أن يحدث عن الضعفاء. واضح؟ نعم. لا، هو يعني عنده تأويل، عنده اجتهاد، يعني هو معروف أنه مدلس، يعني مثلا الأعمش ومن كبار الأئمة كان مدلسا، أبو إسحاق السبيعي من الأئمة وكان مدلسا، الثوري إمام وكان مدلسا، ابن عيينة كان يدلس عن الثقات، ابن إسحاق من المدلسين، وهو ثقة. أنا شفنا هذا لا يقدح في عدالة الراوي، لا يقدح. نعم، نعم، هو يعني التدليس لا ينافي الثقة. شوف يعني الأعمش سليمان بن مهران هو من الأئمة الكبار ومع ذلك كان مدلسا، فالتدليس لا يقدح في إيه؟ في عدالة الراوي. واضح؟ لكن إذا تيقن أنه دلس في هذا الحديث يرد إيه؟ حديثه ولا يقبل. واضح؟ طيب، يبقى الخلاصة الآن يعني الراوي المدلس قد يكون من كبار الأئمة، والتدليس لا يقدح في عدالة الراوي، ويقبل حديث الراوي المدلس إذا كان مشهورا بالتدليس بشرطين: أن يكون ثقة، وأن يصرح بالسماع. فإذا لم يصرح بالسماع توقفنا في هذا الحديث ورددنا هذا الحديث، قلنا هذا إسناد ضعيف فيه راو وهو مدلس وقد عن أنت تقرأ هذه العبارة كثيرا، يقول مثلا الشيخ الألباني: هذا إسناد ضعيف فيه راو مدلس وقد عن ما معنى عن؟ قال عن يعني لم يصرح بالسماع، يعني الشيخ يقول لك لم أجد تصريحا للسماع، فهو عن في كل الأسانيد، فهو يعني يرد هذا الحديث لأن الراوي عن ولم يصرح بالسماع. هذا معنى إيه قول الشيخ: هذا إسناد ضعيف فيه راوي مدلس وقد عن. أما إذا صرح بالسماع قبلنا هذا الحديث. واضح إخوة؟ يعني شيخنا لو الثوري يعني مشهور بالتدليس؟ لا، نادر التدليس، نادر لا يؤثر تدليس، يعني عن عنته لا تؤثر. لكن الأعمش وإسحاق السبيعي لو قالوا في أي حديث عنه، لأن أقول ذلك كذلك الأعمش أيضا وأبو إسحاق برضو من يعني من الرواة الذين يعني لم يشتهروا بالتدليس. نعم. أما بقية مشتهر بالتدليس: الوليد بن مسلم، محمد بن إسحاق، هشام بن بشير، في رواة اشتهروا بالتدليس. يعني شيخنا معلش، في ناس موضوع التدليس ده ليس عيبا؟ لا، هو يعني لا، هو خلاف الورع والأمانة. هو يتحدث عن من هو أصغر منه، هذا لا يقدح المدلس نفسه؟ لا، هو خلاف الورع والأمانة، يعني ولكن لا يقدح في عدالة الراوي، يعني لا يقدح في عدالة الراوي، لا يكون الراوي هو لا يكذب. يعني طبعا هو لا يكذب، هو ده معنى ذلك أن العدالة نعم هو لا يكذب، إنما هو يألف أن يروي عن أو أصغر منه سنا. نعم، نستطيع أن نقول أن التدليس خلاف الورع والأمانة، لأن الورع والأمانة أن تحدث بالحديث كما سمعته، ولكن التدليس لا يقدح في ثقة الراوي، الراوي ثقة مع أنه مدلس، لا تنافي بين التدليس وبين الثقة، هو عدل. نعم، العرض أتايا. نعم، هو اجتهد يعني، لكن هو أصلا معروف بالتدليس، يعني العلماء يعرفون أنه يدلس، فيعني سواء يعني ومن ذلك يقبلوا الحديث. يعني أنا عايز أقول إن هو ليس عيبا، التدليس ده ليس عيبا. لا، يعني ممكن نقول لا يقدح في عدالة الراوي، بس إنما هو عيبا ولا ليس عيبا؟ لا شك إنه خلاف الورع والأمانة.
هو عيب. ما نقدرش نسميه عيب. لا يعني هو من هو اخو الكذب. لو انا قلت تدليس اخو الكذب. تدليس اخو الكذب. وشرب يقول لان اخر من السماء احب الي من ان ادلس. شعبة رحمه الله كان يعني نعم طبعا هو تدليس اخو الكذب. لكن لما كان نعم شعبة قال لان اخر من السماء احب الي من ان ادلس. وليه كلمة برضو صعبة شوية ما احبش اقولها يعني كلمة شديدة يعني احب الي من ان ادلس. هو كان يعني ورد في الرواب كان يعني كثيرا نعم يعني ورد عنه في حد من الثقات يعني ما وردش عنه تدليس. شعبة قطان بخاري مسلم الائمة الكبار يعني واضح يعني شعبة كان رحمه الله يعني يكره التدليس كرها شديدا. لا لا تنافي مفيش منافاة بين الإمامة وبين التدليس. لا لأن هو حمله على ذلك اجتهاد اجتهد نعم. هو مش شرط برضه عشان ان هو بيدلس ان هو مثلا سمع ان هو قال منه هو ممكن يكون بيدلس تاني يعني ممكن يكون سبب تاني خليه يدلس مثلا ان هو مثلا ما سمعش مثلا الحديث مثلا يعني بشكل واضح مثلا ف يعني مش حاضر في المجلس. لا هي يعني هو الغالب الغالب الذي يحمل الراوي على تدليس ان يكون هذا الراوي غير مرضي هذا ان يكون هذا الراوي ضعيفا ده الغالب على المدلسين يعني واضح فيسقط هذا الراوي الضعيف يعني نعم. طيب عرفنا حكم الحديث المدلس نعم تفضل يا شيخ. وكذا المرسل الخفيف إذا صار من معاصر لم يبق من حدث عنه بل بينه وبينه وسطر. والفرق بين المدلس والمرسل الخفيف دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف الخبر عمن عرف الخبر عرف عمن عرف الخبر إياه. فأما إن عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفيف. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو غير اللقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد معاصرة مكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. ولكن لم يعرف هل لقوة هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلامه خطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. نعم الكلام يعني ثقيل إلى حد ما إن شاء الله يتضح إن شاء الله مع الشرح بإذن الله. قال الحافظ رحمه الله وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. فالآن الحافظ رحمه الله يتكلم عن المرسل الخفي يتكلم عن نوع جديد من أنواع علوم الحديث وهو الإيه؟ المرسل الخفي. انتهينا من الحديث المدلس الآن يتكلم عن المرسل الخفي. قبل أن يعني نشرح كلام الحافظ نريد أن نعرف المرسل الخفي. فالمرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. يبقى المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. واضح يا إخوة هذا هو المرسل الخفي. يعني في معاصرة
بين هذا الراوي وهذا الشيخ، يعني هذا الراوي قد عاصر هذا الايه الشيخ، يعني كان في عصر واحد، يعني أدرك زمان هذا الشيخ لكن لم يسمع منه، وإن شئت قلت لم يلقى، لم إيه يلقى، يعني التعبيران يعني متلازمان، هو لم يسمع منه لأنه إيه نعم لم يره، آه لم يره نعم. فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هذا يسمى بالإيه بالمرسل الخفي. يبقى في معاصرة بين هذا الراوي وهذا الشيخ لكن لم يسمع منه ولم يلقى، فقط في معاصرة. فإذا روى هذا الراوي عن هذا الشيخ الذي عاصره ولم يسمع منه يسمى بالإيه المرسل الخفي. سؤال الآن الذي يطرح نفسه، ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ التدليس يا شيخ يبقى في معاصرة. لا طب المرسل الخفي أحسنت تمام في سماع في الجملة، أما المرسل الخفي ما فيهوش سماع خالص. أحسنتم. يبقى الآن الحافظ يقول وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر، يبقى هنا إيه شرط الإيه المعاصرة، لم يلقى من حدث عنه، ما فيش لقاء ومن ثم ما فيش إيه سماع، بل بينه وبينه واسطة. يبقى المرسل الخفي هذا الراوي حدث عن هذا الشيخ بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع لكن لم يلقى ولم يسمع منه، واضح؟ فهذا يسمى بالإيه المرسل الخفي، كما لو قال أحدنا قال الشيخ الألباني. معظمنا أدرك الشيخ الألباني أليس كذلك؟ بلى نعم، يعني معظمنا أدرك الشيخ الألباني، فإذا قال أحدنا قال الشيخ الألباني هذا يسمى بالإيه ولا بالتدليس؟ ليه؟ ما فيش سماع. أحسنت. نعم ما هو شوفنا نعم فهي إذا قال أحدنا قال الألباني هذا يسمى بالمرسل الخفي، ليه؟ في معاصرة، كنا في عصر واحد مع الشيخ رحمه الله لكن لم نسمع منه شيئا ولم نلقه، واضح؟ فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هذا يسمى بالإيه بالمرسل الخفي. نعم. ثم قال الحافظ والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. يبقى التدليس في إيه؟ لقاء وفي سماع في الجملة. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الإيه؟ الخفي. يبقى الآن الفرق بين التدليس أو المدلس والمرسل الخفي، المدلس هذا الراوي سمع من هذا الشيخ في الجملة، يعني له منه سماع، أما في الإرسال ليس هناك إيه سماع أصلا، يعني لم يسمع هذا الراوي من هذا الشيخ البتة، لم يسمع منه حديثا قط، واضح؟ هذا هو الفرق بين التدليس وبين الإيه الإرسال الخفي. يبقى الراوي المدلس سمع من شيخه في الجملة أحاديث لكنه لم يسمع هذا الحديث الذي إيه دلسه، أما في الإرسال الخفي الراوي لم يسمع قط من هذا الشيخ، لم يسمع منه قط لكنه عاصره فقط دون لقاء. عرفتم يا إخوة الفرق بين التدليس والإرسال؟ عرفتم يا جماعة؟ واضح؟ طيب. ثم قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني الحافظ رحمه الله يذهب إلى الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي كما ذكرنا، ثم يريد أن يدلل على هذا أن الراجح التفرقة بين الإرسال والتدليس، أن اعتبار اللقي اعتبار يعني اشتراط، يعني العلماء يعبرون بكلمة اعتبار يعني اشتراط، ويدل على أن اعتبار يعني اشتراط اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه. احنا قلنا في التدليس لابد أن يكون هناك إيه؟ لا مش معصرة فقط، معصرة مع السماع. نعم. قال إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني الحافظ رحمه الله الآن يريد أن يدلل على
أن هناك فرقا بين التدليس وبين الإرسال الخفي. الدليل الأول قال رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يعدونها من قبيل الإيه؟ الإرسال وليس من قبيل التدليس. ما من المخضرم؟ من الراوي المخضرم؟ المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، هو الراوي الذي أدرك الجاهلية ومات على الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراوي إيه؟ المخضرم. يبقى من أدرك الجاهلية، يبقى هذا إيه؟ قيد، أدرك الجاهلية ومات على الإسلام، يبقى أدرك الجاهلية. ما معنى أدرك الجاهلية؟ يعني أدرك الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني ما قبل البعثة يقال له إيه؟ جاهلية، اللي هي الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة تسمى إيه؟ جاهلية. بعد الإسلام لا تسمى جاهلية، واضح؟ فهذا الراوي المخضرم أدرك الجاهلية، واضح؟ ومات على الإسلام، يعني أدرك الجاهلية ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومات هذا الراوي على الإسلام، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، واضح؟ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. تاني، يبقى الراوي المخضرم هو من أدرك الجاهلية. يبقى التابعي يا إخوة لم يدرك الإيه؟ الجاهلية، لذلك لا يسمى مخضرما. التابعي أدرك الإسلام فقط، أدرك الإيه؟ الإسلام فقط، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المخضرم هو من أدرك الجاهلية ومات على الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه. أنت عارف لو أدرك الجاهلية وأسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد إيه؟ صحابيا، كأبي بكر وعمر، وهم أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام لكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق أن المخضرم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، واضح؟ يعني لا، مخضرم يقال له مخضرم لأن إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه يقال له إيه؟ صحابي، واضح؟ هو أدرك الجاهلية ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يدخل المخضرم أيضا لم يسلم أصلا، يعني المخضرم هذا يكون ما أسلمش، يكون مسلما في حال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يروا لبعد عنه مثلا، هذا معنى المخضرم. أيوه، المهم أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مسلما ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكون يعني في بعض الناس أدرك الجاهلية وأسلم ثم لما دخل المدينة مثلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بينه وبين الصحبة شبر، فهو دخل المدينة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، فهذا يقال له مخضرم، لا يقال له صحابي ولا تابعي لأنه أدرك الجاهلية. قد يكون رأى في الجاهلية وهو غير مسلم. نعم. فهو مخضرم. نعم. قد يكون أدركه في رأى في الجاهلية لكن لم يكن مسلما. احنا قلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. أما إذا رأى في الجاهلية لكن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، هذا يقال له المخضرم. واضح؟ أسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا النوع. حتى لو بقى الصحابة. أيوة. أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام توفى. توفي. بعد كده هو بقى أسلم ورأى الصحابة مثلا. مخضرم أيضا. مخضرم. ما هو يقال له مخضرم وإيه؟ وتابعي. بس هو يعني زاد إيه؟ يعني لقب آخر هو المخضرم لأنه أدرك الجاهلية. يعني التابعي لا يقال له مخضرم إلا إذا أدرك الجاهلية. إذا لم يدرك الجاهلية قال له تابعي فقط، فنستطيع أن نقول كل مخضرم تابعي وليس كل تابعي مخضرما. نعم. فالحافظ رحمه الله هو يدلل على أن هناك فرقا بين التدليس والإرسال الخفي بهذه الإيه؟ بهذا الدليل أن رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الإرسال وليست من قبيل التدليس. قال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لكن لم يعرف هل لقوه أم لا.
وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيف الكفاية يقتضيه هو المعتمد. نعم، عرفتم يا إخوة معنى الإرسال الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. نعم. لا، هو أشد. ليه بقى؟ لأن التدليس في احتمال استماع وعدم استماع، ولا لا؟ أما في الإرسال إحنا يعني موقنين أنه لم يسمع. إحنا قلنا رواية الراوي بس بواسطة. في واسطة، نعم، في واسطة، في المرسل، في واسطة، بس المرسل الخفي إحنا متيقنين أنه لم يسمع هذا الحديث، لكن في التدليس في إيه؟ احتمال أنه دلس أو لم يدلس، لكن لما قال عن غلبنا جانب الإيه؟ التدليس، عشان ايه؟ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. واضح؟ المرسل اقوى من التدليس، اشد ضعفا من التدليس. عايز اقول كده، اشد ضعفا، اشد ضعفا. يعني يبقى المدلس اقوى منه. أقوى منه، نعم. انا ظننت بتقول اقوى منه في الضعف، يعني انا كنت بقول لحضرتك كده ان المدلس اقوى من المرسل. انا ظننت اقوى منه في الضعف. لا، لان هو اصلا كلهم دركات، يعني دركات، يعني اما فظننت ما قلت اقوى، ظننت يعني اقوى من ناحيه القوه، القوه في الضعف يعني. نعم. حكم يا شيخنا اللي هو الارسال الخفي، نعم، انقطاع، يعني استاذ منقطع، يعني نعم. ويعرف عدم الملاقات باخباره عن نفسه بذلك او بجزم امام المصالح. نعم، يعني كيف نعرف ان هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه؟ كيف نعرف أن هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه؟ أول شيء الاعتراف، اللي هو سيد الإيه؟ الأدل. قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسي بذلك، كما لو قال مثلا أنا لم أسمع من فلان، فأنا أخبر أنه إيه؟ لم يسمع من فلان. أو بجزم إمام مطلع، يعني إمام من الأئمة النقاد الجهابذة يكون فلان لم يسمع من فلان، كما قالوا في الأعمش رأى أنسا يصلي ولم يسمع منه. شوف، رأى ويصلي ومع ذلك إيه؟ قالوا لم يسمع منه. فإذا حدث الأعمش عن أنس يصير الإسناد إيه؟ منقطعا، منقطعا. ليه؟ لأنه لم يسمع منه. شوف، يعني سبحان الله، أنا أتعجب والله كل ما يعني أقرأ هذا أتعجب. يعني الأعمش رأى أنسا يصلي رضي الله عنه ومع ذلك لم يسمع منه. والله عجيب، يعني من عجائب الدنيا. فلذلك نص إمام مطلع أن فلانا لم يسمع من فلان. وهناك كتب إخوة يعني ألفت في هذا الباب، هناك كتب إيه؟ مؤلفة في هذا الباب، اللي هو باب فلان لم يسمع من فلان، وتسمى كتب الإيه؟ المراسيل. من أشهر هذه الكتب ثلاثة كتب. الكتاب الأول المراسيل لابن أبي حاتم، المراسيل لابن أبي حاتم مجلد. إذا فتحت المجلد، كل المجلد فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان سمع من فلان أربعة أحاديث ولم يسمع البقية، فلان لم يسمع من فلان، سألت أبي هل سمع فلان من فلان فقال لا. كل الكتاب كذا، المراسيل لابن أبي حاتم. وكتاب الآخر جامع التحصيل للعلائي، جامع التحصيل للعلائي، العلائي، جامع التحصيل للعلائي، للعلائي. الكتاب الثالث تحفة الشيخ حمد السلفي، ما فيش إلا هي. المراسيل مجلد لابن أبي حاتم، كل واحد مجلد. الكتاب الثالث بقى هو أجمع هذه الكتب، لأن يعني جاء بعد هؤلاء كتاب يسمى تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لابن العراقي رحمه الله. تعرفون العراقي اللي هو صاحب الألفية؟ العراقي ابنه بقى اللي هو أبو زرع العراقي، له هو صاحب هذا الكتاب تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. نعم، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. هذه الكتب تعنى بفلان لم يسمع من فلان، اللي هي الخنجي، الخنجي، مكتبة الخنجي، الخنجي، خاء ألف نون جيم ي، جيم، خنجي. فهذه الكتب تعنى بفلان لم يسمع من فلان،
فلابد أن يكون عندك كتاب من هذه الكتب الثلاثة. إذا أحببت أن تعرف مثلا هل سمع مثلا قتادة من معاذ، قتادة تابعي يروي عن معاذ، تريد أن تعرف هل سمع معاذ قتادة من معاذ أو لم يسمع، ترجع إلى كتب المراسيل لابن أبي حاتم أو جامع التحصيل العلائي أو تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي. واضح إخوة؟ فهي كتب مهمة جدا التحصيل. يعني إذا كان في ساعة تشتري هذه الكتب الثلاثة لأنها مهمة، يعني إذا يعني أردت أن تكتفي بكتاب واحد من هذه الثلاثة لك هذا يعني. نعم. تحفة التحصيل. نعم. يبقى الآن يعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. يعني مثلا الحجاج بن أرطاه كان يحدث عن الزهري، الحجاج بن أرطاه كان يحدث عن الزهري بصيغة عن أو قال، ويعني حدث بأحاديث كثيرة جدا الحجاج بن من أرطاه، ثم قال لأحد تلاميذ الزهري صف لي الزهري فإني لم أره. فهذا يعني إيه؟ ده يعني إقرار أنه لم يسمع من إيه؟ من الزهري. يعني الحجاج بن أرطاه هذا كان يحدث عن الزهري، قال الزهري عن الزهري وحديث كثير، ثم قال لبعض تلاميذ الزهري صف لي الزهري فإني لم أره. فهنا إيه؟ أخبر أنه لم يسمع من الزهري. فإذا حدث حجاج بن أرطاه عن الزهري فهذا إسناد إيه؟ منقطع أو مرسل، لأنه أقر أنه لم يسمع من الزهري شيئا، لم يره أصلا يعني. ويعرف عدم الملاقاة بإخباري عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما. زيادة راوي أو أكثر عندك؟ أو أكثر عندك أو أكثر؟ أو أكثر. لا مش موجود. مش موجود. اضرب عليه، اضربوا عليه. لا فيش او اكثر ديت، لا اضرب عليه. كان السلف يعبرون بالشط، يعني اضرب على هذه الكلمة بالضرب، يعني اضرب على كذا يعني اشطب هذه الكلمة. ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأساليب. نعم. انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. نعم. يقول الحافظ رحمه الله: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. الآن الحافظ رحمه الله انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المزيد في متصل الأسانيد. اليوم ما شاء الله الأبحاث كثيرة، يعني احنا ذكرنا المدلس والمرسل الخفي، وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. فقبل أن نشرح كلام الحافظ رحمه الله نريد أن نعرف ما الحديث المزيد في متصل الأسانيد. هو أن يزيد الراوي في الإسناد. المزيد في متصل الأسانيد هو يسمى هكذا عند العلماء، يعني من أنواع علوم الحديث المزيد في متصل الأسانيد. هو كالحديث المدلس والمرسل الخفي والمنكر والشاذ، أيضا هناك نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد. هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. هو أن يزيد
راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. والسند والسند متصل بدونه. والسند متصل بدونه. وهذه الزيادة خطأ من الراوي. وهذه الزيادة خطأ من الراوي. تاني يبقى المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد راو في الإسناد. هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. والسند متصل بدونه. وهذه الزيادة خطأ من الراوي. من كتب التعريف يا إخوة؟ طيب طب قولهن كده يا شيخ. هو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. والسند متصل بدونه. وهذه الزيادة خطأ من الراوي. أحسنت. طيب نريد أن يعني نضرب مثالا لهذا النوع. مثلا معمر، نكتب هذا الإسناد معمر عن الزهري. معمر عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز عن الربيع ابن صبرة عن الربيع ابن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. تاني معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. يوم الفتح. يوم الفتح. آه. نعم. فزاد الراوي عن الزهري، يعني الزهري رحمه الله يا إخوة اختلف عليه. فأكثر الرواة رووا هذا الحديث بدون ذكر عمر بن عبد العزيز بين الزهري وبين الربيع بن صبرة. واضح الآن؟ يعني انظر في الإسناد، انظر في الإسناد اللي عندك. جل الرواة رووا هذا الحديث عن الزهري بدون ذكر عمر بن عبد العزيز بين الزهري والربيع بن صبرة. واضح إخوة؟ فجاء راو واحد أدخل بين الزهري والربيع بن صبرة عمر بن عبد العزيز. واضح؟ اللي هو معمر. نعم. وهذه الزيادة خطأ من معمر. والإسناد بدون هذه الزيادة إيه؟ متصل. يعني لا نحتاج إلى هذه الزيادة اللي هي عمر بن عبد العزيز، لأن الإسناد بدون عمر متصل، وهذه الزيادة خطأ من هذا الراوي. هذا ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. واضح كده؟ يبقى جل الرواة، انظر إلى السند الذي عندك، رووه عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح. جاء راوي واحد زاد بين الزهري والربيع بن صبرة عمر بن عبد العزيز. فعمر بن عبد العزيز هذه الزيادة خطأ، وأيضا الإسناد بدونها إيه؟ متصل. واضح يا إخوة؟ فهذا هو معنى المزيد في متصل الأسانيد. يبقى المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. والسند متصل بدون هذه الزيادة، والزيادة خطأ من هذا الراوي. واضح الآن معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ نعم. لا، الحكم اللي احنا هذه الزيادة خطأ. هذه الزيادة ايه؟ خطأ. لا الحديث، لا هنرجح بقى الرواية اللي هي الاخرى اللي ما فيهاش بدون الزيادة. هنرجح الرواية التي بدون الزيادة. الحديث له سكة تانية. احسنت. صحيح. فاحنا هنرجح الرواية بدون الزيادة. اما الرواية التي فيها الزيادة نحكم عليها بانها ايه؟ خطأ او ضعيف. وهكذا في كل، نعم، يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وهكذا في كل
رواية فيها اختلاف لابد أن نرجح بين الروايتين، واضح كما أخذنا من قبل. فهذا ويسمى المزيد في متصل الأسانيد. فالحافظ رحمه الله يقول يعني ليس من القرائن التي نعرف بها أن هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه، ليس من هذه القرائن أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. يعني الحافظ يقول يعني إيه، أحيانا مثلا يأتي الراوي مثلا الذي عاصر هذا الشيخ يحدث عنه بالعنعنة، ثم تأتي في رواية أخرى هذا الراوي يذكر واسطة بينه وبين هذا الشيخ، فيقول يعني هذه الواسطة لا نستطيع أن نستدل بهذه الواسطة على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، لاحتمال أن تكون هذه الواسطة من باب الإيه؟ المزيد في متصل الأسانيد، ومن ثم لا نستطيع أن نجعلها قرينة على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ. هي صعبة شوية، يعني هي صعبة إلى حد ما، فيعني ممكن إيه يعني. طيب إحنا الآن نتكلم عن القرائن التي نعرف بها أن هذا الراوي الذي عاصر هذا الشيخ لم يسمع منه. إحنا قلنا من هذه القرائن إيه؟ أن يخبر الراوي أنه لم يسمع من هذا الشيخ، هذه قرينة. من القرائن أن ينص إمام مطلع من الأئمة الجهابذة النقاد، كأن يقول فلان لم يسمع من فلان. الحافظ رحمه الله يقول وليس من هذه القرائن أن يحدث هذا الراوي عن هذا الشيخ بالعنعنة، ثم يأتي في بعض الأسانيد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشيخ. يعني بعض الناس يستدل على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ أنه أحيانا يذكر واسطة بينه وبين هذا الشيخ، واضح؟ فيستدل بهذا على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ لأنه يدخل بينه وبين هذا الشيخ واسطة. فالحافظ يقول ليس هذا من القرائن، لاحتمال أن يكون هذه الواسطة من باب المزيد في متصل الأسانيد. وإحنا عرفنا أن المزيد في متصل الأسانيد الزيادة نفسها إيه؟ نفسها خطأ، واضح؟ فيقول لأجل هذا الاحتمال لا نستطيع أن نجعل هذا من القرائن، يعني كون الراوي يدخل بينه وبين الشيخ واسطة لا يعني هذا أنه لم يسمع من هذا الشيخ، واضح؟ يعني مثلا إيه؟ مثلا أخونا محمد مثلا دائما يقول عن فلان عن فلان، ثم وجدناه في بعض الأسانيد يدخل بينه وبين هذا الشيخ واسطة، فبعض العلماء يستدل على ذلك أنه لم يسمع من هذا الشيخ لأنه يدخل بينه وبين هذا الشيخ واسطة. يقول محمد لم يسمع من هذا الشيخ لأنه في بعض الأحاديث في واسطة بينه وبين هذا الشيخ. فيقول حافظ ليس هذا من القرائن، لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، إن يكون الواسطة دي خطأ أصلا، خطأ من بعض الرواة، فلا نستطيع أن نستدل بذلك على كون محمد لم يسمع من هذا الشيخ. هي صعبة إلى حد ما، لكن ممكن مع الشريط وكده إن شاء الله تفهم. نعم القرائن محصورة، الإقرار وال نعم والنص من الإمام المطلع النص. يعني بدل الخطأ في زيادة الإسناد حقيقة في شيخ شيخه، يعني مش معقول هو هيغلط في شيخه المباشر، لا الخطأ عليه هو. يعني معمر عبد العزيز ما بين يعني الذي أخطأ هو معمر، فهو أضاف لشيخ شيخه إنما ما أضافش لنفسه. لا نعم نعم هو أخطأ في فيما بعد شيخي اللي هو الزهري. لا اللي هو عمر عزيز، لا يعني هو معمر أخطأ عن الزهري، يعني المفترض ان هو يقول معمر عن الزهري عن الربيع بن صبرة، فهو أخطأ ووهم وزاد رجلا في الإسناد. نحن استدلنا على خطأ معمر بإيه؟ بإن بالحديث الآخر ان هو الجماعة رأوا هذا الحديث بدون زيادة عمر بن عبد العزيز، فاستدلنا بذلك على خطأ معمر، واضح؟ نحن دائما نستدل برواية الجماعة على خطأ هذا الراوي، كما استدلنا بخطأ زائدة وكان يحركها برواية الجماعة اللي هم الاثناشر قالوا كان يشير بالسبابة فقط ولم يقولوا إيه يحركها، الذي قال يحركها زائدة فاستدلنا على خطأ زائدة برواية الجماعة، لأن طبعا الواحد قد يقع منه الخطأ بخلاف الجماعة، فالجماعة أبعد من الخطأ من الواحد. فمعمر لما خالف الجماعة استدللنا على خطأه بأنه خالف الجماعة الذين لم يزيدوا في الإسناد إيه
عمر بن عبد العزيز، فهو بيخطئ على شيخه هو، يعني معمر حدث عن الزهري فأخطأ عليه. واضح؟ نعم. شيخنا هو سؤاله يعني من المزيد في متصل الأسانيد في وش المخطئ يكون زاد يعني يكون ما فيش مثلا يكون الزهري هو اللي أخطأ في هذا المثال يعني؟ لا دي غير واردة ولا ده حالة؟ لا لا، لو في مثلا ثلاثة رووا وجها ومثلا واحد روى وجها آخر يبقى الخلاف من التلاميذ مش من الشيخ. خلاف من التلاميذ من الشيخ. واضح؟ يعني مثلا روى عن الزهري مثلا خمسة، أربعة روى عنه بدون عمر بن عبد العزيز، وروى واحد روى بزيادة عمر بن عبد العزيز. واضح؟ يبقى الخطأ من التلاميذ. الخطأ من التلاميذ. واضح؟ الخطأ من التلاميذ. ليه؟ لأن الأربعة رووا عنه بدون الزيادة، فاستدلنا أن الخطأ وقع من الإيه؟ من الراوي، من التلميذ نفسه. واضح؟ وليس من الشيخ. مش ممكن يكون لها توجيه آخر اللي هي الرواية، يعني هو هنا وحولها لأن هي قد تكون من المزيد في متصل الأسانيد. طب مش ممكن يكون حدث عن قريب يعني هو يسمع من الشيخ ولكن حتى ما هو احنا قلنا متى يكون الحديث من المزيد في متصل الاسانيد؟ اذا تيقنا ان الزياده خطا. اذا كانت الزياده صحيحه فليس من المزيد في متصل الاسانيد. واضح؟ يعني عندما تكون مثلا الزياده صحيحه لا يكون من المزيد في متصل الاسانيد. متى يكون من المزيد؟ اذا كانت الزياده خطا من الراوي. واضح؟ إذا هو قالوا لا يكفي أن يكون هناك راوي بينه وبين الشيخ، إذا كان هناك راوي بينه وبين الشيخ فليكون هناك احتمالين، احتمال ذكره تمام، الزيادة خطأ تمام، تمام. لكن إذا تيقن أنها خطأ تكون من باب الإيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. فهناك احتمال أن تكون صحيحة واحتمال أن تكون خطأ. يعني لو إحنا قلنا مثلا أن الأربعة روى هذا الحديث بذكر عمر بن عبد العزيز وواحد فقط روى بدون ذكر عمر بن عبد العزيز، يبقى صواب إيه؟ عمر بن عبد العزيز. لكن إذا تيقن أن الزيادة خطأ والإسناد بدون هذه الزيادة متصل يكون من باب الإيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لذلك يقول الحافظ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي يعني مضطرد لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. يعني قد تكون الزيادة صحيحة فعلا وقد تكون إيه؟ خطأ. لكن عندما تكون خطأ يكون هذا من باب الإيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. فإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الإيه؟ الاستدلال به. واضح؟ فالحافظ يقول ليس هذا من القرائن لأن هناك احتمال، وإذا تطرق الاحتمال للدليل سقط الاحتجاج به. واضح؟ لأن يحتمل أن يكون من باب المزيد ويحتمل ألا يكون، فلما كان هناك احتمال سقط الاستدلال بهذا الدليل أصلا لا يستدل به. واضح؟ نعم. ثم يقول اقرأ محمد. وقد صنف فيه الخطيب لا ثم الطعن بقى في القسم الأول ثم الطعن يكون بعشرة أشياء أنواع الطعن. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القطع من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة الدكتور الزاني، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون نعم نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله ثم الطعن في الراوي. احنا قلنا سبب الرد الحديث ايه؟ سببان لرد الحديث ايه هما؟ سببان لرد الحديث اما ايه واما ايه؟ عدم الانصاف. ايوه. واما الطعن في الراوي. يبقى احنا قلنا هناك سببان لرد الحديث، اما لسقط في الاسناد ده السبب الاول واحنا الحمد لله انتهينا منه، واما لطعن ايه؟ في الراوي. فيقول ثم الطعن في الراوي يكون بعشرة اشياء. الطعن في الراوي يعني الطعون التي تتجه الى الراوي عشرة طعون، بعضها اشد في القدح من بعض، خمسة منها يعني من هذه الطعون تتعلق بالعدالة. المراد بالعدالة الديانة، دي الديانة نعم، المراد بالعدالة الديانة. وخمسة تتعلق بالضبط، ما المراد بالضبط؟ الحفظ والإتقان. يبقى الطعون التي تتجه
إلى الراوي الذي روى هذا الحديث 10 طعون، 5 منهن تتعلق بالعدالة بالديانة، و5 تتعلق بالإيه؟ بالضبط. واضح؟ ده السبب الثاني من أسباب رد الحديث. احنا انتهينا من السبب الأول هو إيه؟ سقط من الإسناد. ثم ذكر السبب الثاني من أسباب رد الحديث هو الطعن في الإيه؟ في الراوي. ثم ذكر أن هذه الطعون 10. نعم اقرأش محمد الطعون بقى. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النووي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. نعم هذا السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي، أن يكون الراوي إيه؟ كذابا. والراوي الكذاب هو الراوي الذي يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لابد من التعمد يا إخوة، لابد لكي يكون الراوي كذابا أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ التعمد. نعم نعم. قد يقع الكذب بغير تعمد، فيشترط في الكذاب أن يكون قد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن الكذب عند العرب يقال لكل من أخبر بخلاف الواقع، قال فلان كذاب. لذلك يعني يرد في بعض الأحاديث تقول عائشة كذب فلان، كذب فلان، كذب ابن عمر، كذب فلان. فالكذب هنا معنى الإيه؟ الإخبار، مخالفة الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، ليس الكذب المتعمد اللي هو المذموم، لا. فالعرب تطلق الكذب على كل من أخبر بخلاف الواقع، لكن لا يقال له كذابا، يقال هذا كذب، لكن لا يقال فلان كذاب إلا إذا تعمد الإيه؟ الكذب. يعني مثلا لو أن أخا مثلا أخبر بخلاف الواقع نقول له أنت كذبت، يعني يسوق في اللغة أن تقول له إيه؟ كذبت. يعني لو قال مثلا غدا مثلا هناك اختبار في المصطلح نقول له إيه؟ أنت كذبت. ما معنى كذبت؟ يعني أخطأت، لكن لا يقال كذاب، لا نقول فلان كذاب إلا إذا تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يبقى هذا الطعن الأول الإيه؟ الكذب. نعم تفضل. أو تهمته بذلك بألا يروي ذلك الحديث، بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الحديث النبوي. وهذا هنا الأول. نعم، يعني هنا سؤال مهم، ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ يبقى الطعن الأول هو الكذاب، الثاني من الطعون المتهم بالكذب، المتهم بالإيه؟ بالكذب. وهناك فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، لذلك تجد في عبارات العلماء في الجرح والتعديل يقولون فلان كذاب وفلان متهم بالكذب، فهناك فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. واضح؟ فالمتهم بالكذب يقال هذا في الراوي لأحد سببين. السبب الأول أن يروي هذا الراوي حديثا مخالفا للقواعد المعلومة، ويكون الإسناد كله ثقات ما عدا هذا الراوي. تاني، أن يروي هذا الراوي حديثا مخالفا للقواعد المعلومة، يعني يكون مثلا مخالفا للقرآن أو السنة أو مخالفا للحس أو المشاهدة، ويكون الإسناد كله ثقات ما عدا هذا الراوي. واضح؟ فما قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات، فالتهمة تحوم حول هذا الراوي، نحن لا نعرف عنه أنه كذب، يعني لا نعرف أنه كذاب أو أنه كذب، لا نعرف عنه شيئا، لكن التهمة تحوم حول هذا الراوي، يعني هو روى حديثا خالف القرآن أو خالف السنة الصحيحة، وما قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات. يبقى إذن التهمة تحوم حول من؟ حول هذا الراوي الذي لا نعرف عنه شيئا، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه إيه؟ كذاب. نقول فلان متهم بالكذب. واضح؟ فلان إيه؟ متهم بالكذب، هذا معنى فلان متهم بالكذب. كذلك إذا كان هذا الراوي معروفا بالكذب في حديث الناس، يعني يكذب في حديث الناس ولم يعرف عنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الراوي إذا حدث كذب، إذا حدث إيه؟ كذب. فإذا كان إذا حدث كذب يقال فلان متهم بالكذب،
يعني يكذب في حديث الناس لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا فلان يكذب على الناس. فإذا كان هذا الراوي من شأنه أنه يكذب على الناس يقولون إيه فلان متهم بالكذب، واضح؟ يبقى هناك فرق بين الراوي الكذاب والراوي الإيه المتهم بالكذب. هذه نقطة مهمة. الراوي الكذاب هو الذي تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال فلان كذاب، وضاع، دجال من الدجاجلة، ونحو ذلك من العبارات. أما الراوي المتهم بالكذب هو الراوي الذي روى حديثا خالف فيه القواعد المعلومة من الدين، والإسناد كله ثقات ما عدا هذا الراوي. يعني شبيه هذا مثلا إخوة، لو حدثت سرقة مثلا في الحي، وكل الحي يعني ناس موثوقون يعني عدول، لكن هناك واحد فقط لا نعرف عنه شيئا، التهمة تحوم حول من؟ حول هذا الرجل الذي لا نعرف عنه شيئا. كذلك الراوي الذي روى حديثا خالف فيه القرآن أو السنة، والإسناد كله ثقات ما عدا هذا الراوي، فالعلماء يكون فلان متهم بالكذب، لا نجزم أنه كذاب، لا فلان متهم بالكذب، لأن التهمة تحوم حول هذا الراوي، لأن ما قبله ثقات وما بعده ثقات. ومن الذي تولى كبر هذا الشيء؟ هو هذا الراوي الذي لا يعرف، فيقال فلان متهم بالكذب. كذلك إذا كان يكذب إيه في حديث الإيه الناس، ولم يعرف عنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب في حديث الناس، فيقولون فلان متهم بالإيه بالكذب. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب، ولا أقول تاني؟ عرفتم متى يقال فلان متهم بالكذب؟ يبقى هناك فرق بين إيه الراوي الكذاب وبين الراوي الإيه المتهم بالكذب. نعم، فضل. أو فحشي غلطي، أو فحشي غلطي، أي كسرتي أو غفلتي عن الإتقان. طيب، إحنا قلنا الكذب هذا يقدح في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. طيب التهمة في العدالة، هي يقال لا يا أخوة التهمة، لا يعني الأفضل التهمة مش التهمة، التهمة. طيب فحش الغلط يقدح في العدالة ولا في الضبط؟ في لا في الضبط، فحش الغلط في الضبط، يعني الغالب عليه الغلط. طيب الغفلة عن الإتقان تقدح في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط. طيب اقرأ يا شيخ محمد. أو فسق أي الفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول يهون، وإنما أفرد الأول لكون القلق به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. يبقى الفسق هذا يدخل أيضا في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. فالفسق إما أن يكون بالفعل والعياذ بالله كشرب الخمر مثلا أو الزنا، وإما أن يكون بالإيه؟ بالقول كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. نعم. أو وهم بأن يروي على سبيل التوكل، هذا يقدح في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط. نعم. أو مخالفته للثقات، يقدح فين؟ في الضبط. نعم. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تشريع معين، هذا يقدح فين؟ لا العدالة، الجهالة لا يعرف عنه يعني تعديل ولا تجريح، يبقى هذا قدح في الايه في العداله. نعم، تعديل ولا تجريح يعني لم يوثقه احد ولم ايه يعني ولم يجرحه احد، فهذا يقال له مجهول، فهذا قدح في العداله. نعم. او بدعته وهي اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. طيب البدع تقدح في العدالة ولا في الضبط؟ عدالة. في العدالة. نعم. أو سوء حفظه وهي عبارة عن من لا يكون غلطه أقل من الصواب. نعم، هذا يقدح في الإيه؟ في الضبط. يبقى سوء الحفظ إذا قيل فلان سيء الحفظ، هذا يقال في الراوي الذي استوى غلطه وإصابته. يعني إذا كان الراوي مثلا روى 100 حديث أخطأ في 50 وأصاب في 50، يقال في إيه؟ سيء الحفظ. كذلك إذا كان خطأه أكثر من إصابته، هذا يقال له أيضا إيه؟ سيء الحفظ. إذا كان غلطه أكثر من إصابته يقال أيضا فيه سيء الحفظ، وهو يقدح في العدالة. فهذه الطعون العشرة التي إن شاء الله ستأتي بالتفصيل، هذه الطعون العشرة تتجه في الراوي في العدالة وفي الضبط. يبقى 5 منها
يتعلق بالعدالة وخمسة يتعلق بالإيه بالضبط. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا بإذن الله ونكمل بإذن الله في المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.